ومعنا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، ومن دمشق الباحث والمحلل السياسي السوري الدكتور نواف القنطار. أبدأ من نيويورك مع السيد أحمد فتحي. أستاذ أحمد، ما هو تقييمك لما جرى في القصير من سيطرة الجيش السوري على هذه المدينة، وهل هذا التطور يعتبر ورقة رابحة للنظام السوري في مؤتمر جنيف 2؟ في البداية، تطورات الوضع في القصير وسيطرة الجيش السوري عليها هو يغير بلا شك في ديناميكية الصراع كاملة، ولكن لا يجب أن نغفل أن حزب الله كان له دورا في الاستيلاء على القصير مرة أخرى. هنا يعني أحب أن أنا أتوقف لحظة وأقول أن التوقعات والتحليلات السابقة أن الأزمة السورية تهدد بانتشارها في دول الجوار ما زالت قائمة وفاعلة، ونراها بأم أعيننا. القصف الذي يحدث على الأراضي اللبنانية هو نتيجة مباشرة لهذا التدخل الإقليمي، ربما ليس من الدولة اللبنانية ذاتها ولكن من أحد الفصائل الفاعلة والقوية فيها، وهي حزب الله. نرى أن الوضع في تركيا غير مستقر هذه الأيام، ونتوقع بشدة أن يحدث تحول في الوضع على الحدود السورية التركية. لكن سيد أحمد فتحي، هل يمكن اعتبار ما قام به الجيش السوري انتصار إذا ما جرى الحديث، وأخذنا بعين الاعتبار تدخل حزب الله على هذا الخطوة، أن المعركة استغرقت أكثر من أسبوعين؟ الوضع في سوريا والصراع بين الجيش السوري الممثل للنظام هناك وفصائل المعارضة على اختلاف انتماءاتها، سواء المعارضة الحقيقية أم المعارضة المستوردة في شكل مقاتلين أجانب اللي هم بيمثلوا جبهة النصرة الإرهابية، هو بلا شك يعني بيدينا انطباع أو يعني مؤشرات أن الحالة حاليا هي سجال بين الطرفين. يستطيع قوات المعارضة أن تستولي على بعض المدن والقرى، وعلى الجانب الآخر بيحدث رد فعل من الجيش السوري ويعاد الاستيلاء عليها، وهكذا دواليك. سنرى ماذا سيحدث في حلب في المرحلة القادمة. أنا أعتقد أن الهجوم سيتطور إلى محاولة استعادة السيطرة على حلب مرة أخرى. وهنا نتحول إلى ضيفي من دمشق الدكتور القنطار. دكتور، على ماذا تعول الحكومة السورية بقولها أن الانتصار في القصير هو نقطة تحول؟ هل نحن أمام تحولات في مناطق أخرى على رأسها حلب كما تفضل السيد أحمد فتحي من نيويورك؟ مساء الخير. في الحقيقة أود أن أقول بأن كل تعويل على استمرار أعمال العنف والحرب في سوريا هو تعويل على الاتجاه الخاطئ للمعادلة السورية. أرى أن التعويل يجب أن يكون على إيجاد مخارج حقيقية لحوار أو مباحثات سلمية تنقل الأزمة السورية على تلك المباحثات السياسية التي يجب أن تفضي إلى حل سياسي وليس إلى استمرار الحرب في سوريا. إن أي جهد في الاتجاه الذي يصب في مباحثات سلمية أو في إيجاد مخرج سلمي للأزمة السورية هو جهد في الاتجاه الصحيح، وبالتالي يجب أن نتحدث بلغة جديدة تبحث عن إيجاد مخرج سياسي وليس مخرج عسكري للأزمة السورية. لكن كيف يمكن إقناع الطرفين المعارضة والسلطات السورية النظام السوري بالجلوس إلى ما تطمح إليه وهو الحل السلمي، خصوصا وأن الميدان لا زال مشتعلا إن صح التعبير؟ أعتقد أن اشتعال الميدان بحد ذاته هو دليل على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. فسوريا شبعت حقيقة، الأرض السورية شبعت وارتوت من دماء أبنائها، ولم تعد وليست بحاجة إلى دماء أكثر. ذلك أن الحديث دائما عن إيجاد حل عسكري أو حسم عسكري للأزمة السورية، أعتقد أنه يؤجج نار الأزمة ولا يساهم في نزع فتيلها. وبالتالي أعتقد أننا يجب أن نسير مجتمعين، إن كان من قبل النظام السوري أو من قبل المعارضة بشقوقها المختلفة، إن كانت في الخارج أو في الداخل، يجب أن يسير الجميع نحو الحل السلمي. وهنا نتوجه إلى السيد أحمد فتحي من نيويورك.
أستاذ أحمد، المجتمع الدولي كما اتضح لم يتوصل بعد إلى نتيجة بشأن المشاركين في مؤتمر جنيف 2، وخصوصا أن هناك تساؤلات عدة لم تجد أجوبة حتى اللحظة. هل يمكن الحديث عن موت هذا المؤتمر قبل ولادته؟ في البداية أنا أتفق مع ضيفك الكريم من دمشق أن الحل السياسي هو النهاية الوحيدة المنطقية، ولكن حتى نصل إلى هذا الحل السياسي يجب أن يكون هناك اتحاد في الرؤية واتفاق حتى قبل أن نبدأ على أن الغرض من التفاوض السياسي هو الوصول إلى حل الأزمة. ولكن للأسف وكما أعلن اليوم السيد الأخضر الإبراهيمي في جنيف في المؤتمر الصحفي أنه ما زالت توجد عقبات، وهي عقبات تتعلق بمشاركة المعارضة السورية بوفد موحد في المفاوضات، هذا جزء، والجزء الآخر تتعلق بمشاركة أطراف دوليين خارج نطاق الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وهنا نحن أمام إشكالية. كما تعلم أن المؤتمر كان من جنيف 2 كان من المفروض أن يعقد هذا الشهر، شهر يونيو حزيران، نعم، ولكن سيتم تأجيله إلى الشهر القادم، وهذا يعطيني مؤشر أن العملية ليست تسير في الاتجاه المطلوب، ولا أتوقع أن يتم تحقيق انفراجة قبل أن يتم تحقيق توافق على قواعد أساسية للحوار. نحن لا نستطيع في إطار مفاوضات سياسية أن يأتي طرف بشروط مسبقة ولا يتفاوض إلا من خلالها. يجب أن يكون هناك مرونة. إذا كانت المعارضة تريد أن تصل بحل إلى النتيجة، يجب عليها أن تتقدم وتوحد صفوفها. ماذا بشأن النظام سيد أحمد فتحي؟ موحد. وعلى الجانب السوري، سيد أحمد فتحي، أسألك ماذا بشأن النظام؟ تحدثت عن المعارضة السورية وما تعين عليها، ماذا بشأن النظام السوري؟ بالنسبة للنظام، النظام يجب أن أيضا أن يقدم وجوه غير مرفوضة من جانب المعارضة والمجتمع الدولي. لا يستطيع النظام أن يتفاوض على أسس متينة إذا قدم أفراد أيديهم ملوثة بالدماء. يجب أن يكون هنا يعني ميل إلى اتجاه الحل السياسي. أنا أتفق مع وجهات النظر أن دور الرئيس بشار الأسد قد انتهى، ويجب على النظام السوري أن يقدم وجوه جديدة إذا أراد أن ينهي هذه المشكلة. دور الرئيس بشار الأسد قد انتهى كما يقول السيد أحمد فتحي، ويجب على النظام السوري تقديم وجوه جديدة. وهنا نتوجه للدكتور القنطار من دمشق. دكتور، ما هو المطلوب الآن بنظرك دوليا لعقد هذا المؤتمر، وما حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها النظام في سوريا لإنجاح هذا المؤتمر؟ أود في البداية أن أشير إلى مسألة، وهي أن الخطوة الأولى في رحلة 1000 ميل لم تبدأ بعد بالنسبة لحل الأزمة السورية، وذلك في ظل التشابكات والتعالقات المحلية والإقليمية والدولية. ولكن أظن، نعم دكتور تفضل، مصلحة الوطن السوري تحتم على جميع الأطراف إيجاد مخرج عن طريق تنازلات ولو كانت مؤلمة من قبل جميع الأطراف، بمعنى تسبيق مصلحة الوطن على مصالح الأشخاص والأحزاب أو الكتل الفاعلة في الساحة السورية. وبالتالي الكل ملزم من أجل إيجاد مخرج سلمي للأزمة السورية بتقديم تنازلات محددة وقد تكون مؤلمة برأي الشخص. تنازلات مثل تغيير الرئيس بشار الأسد ووجود وفود أو أشخاص مقبولين غير مرفوضين كما تحدث السيد أحمد فتحي، ستكون ملائمة بالنسبة للنظام السوري؟ سيقدم على مثل هذه التنازلات من وجهة نظرك دكتور القنطار؟ أعتقد أنه من السابق لأواني الحديث عن هذه الأمور. يجب أن نهيئ البيئة، وهذا ما تسعى أعتقد روسيا والولايات المتحدة إلى إيجاد بيئة مناسبة تفاوضية تقلل من نقاط الخلاف الحادة في إيجاد مخرج سلمي للأزمة. شكرا للباحث والمحلل السياسي السوري الدكتور نواف القنطار، كنت معنا من دمشق، وشكر موصول أيضا لضيفي من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. شكرا لضيفينا الكريمين. We'll be right back.